سالو لي زامي، مرحبا بكم في نوفيل ايبيزود ديال شادا كوفر. معايا هاجر من قنيطره. انفان هاجر معنا في الاستوديو. لاباس؟ لاباس الحمد لله. كلشي مزيان. لا برانسيس شادا كوفر جبدتني لا شوب باش بداك الشيء انتي ول جنبي 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 لا برانسيس غزاله ما شاء الله. شعري ما بغاش يصدق اليوم، قلتها لك والله ما بغي ما عرفت مالو واش لي ميديتي ولا كازا هكا دايره ما يصدقش فيها الشعر. لا قنيطره حتى. المهم خليو هادشي للعيالات نشوفهم بعد هادشي. نرجعوا للموسيقى، كيفاش تلاقيتي مع الموسيقى؟ مشيتي عندها ولا جات عندها؟ لا مشيت عندها صراحه من صغر ديالي. كنت ديما سالته من المدرسه باش نمشي لدار الشباب. ديروا هادشي ما خصوش يدير. ديروا هادشي. فين كنت كتسلتي باش كتمشي؟ كنمشي لدار الشباب. فوالا او مو بعدا كتمشي لدار الشباب. بنت عندها 12 عام باديه مع اوركسترا باديه. تعاودي لينا الطرابيج. وي بديت بالطرب. حسيت بصوت ديالك كاين الطرب. الوغ كيفاش 12 عام قبلوك الوالدين ديالك عاقوا بك؟ الوالدين ديالي في الاول ما كانوش عارفين من غير ماما. دونك من بعد فاش شافوا واخا المحاولات ديالهم يبعدوني من الدومين مي ما قدروش. صافي في الاخر استسلموا. يعني حتى شي حد ما فنان في العائله؟ لا الوالد ديالي ديجا فنان وخوتي كاملين كيغنيو. دونك صالا تقدري تقولي وارتينها صافي هي فرقه مالك كوجيتو كاملين كنقول لكم جيبوا كاملين في العائله جنبي باش كتكون الدنيا عامره عندنا في الاستوديو. الوغ دونك بنت 12 عام وانت كتغني في الطربي مع الجوق ديريكت. وي وي اشنو كيفاش كيفاش في السريه راه 12 عام راه مازال 12 عام انا راه كنلعب في البيت. لا كنت كنشوف راسي في الموسيقى. كتشوفي الوالد ديالك شويه كيغني ولا شنو كي؟ الوالد ديالي كيعزف ديجا على الناي وحتى على العود. دونك كبرتي في هادشي شفتي لي ما كان ورا داك واخا ما كانش كيبارطاجي معنا بزاف مي كنت كنشوف لامور ديالو لا ميوزيك وحتى حنا كبر فينا داك لامور بحال هكا. كاين واحد ليتود سيونتيفيك كتقول ان الموسيقى الا كان الوالدين ديالك يعني كيديروا موسيقى في لي جين يعني في الجينيتيك كاين لو ماركور جينيتيك تسمى اللي كيدوز للوليدات ولا ولاد الوليدات وهذا في الجينيراسيون. اي خواتاتك قلتي حتى هما خوتي دابا ما بقاوش متبعين من غيري انا اللي باقا شاده. خير مزيان كملي انت ريغارد ما عرفتيش طريقك فين غتكون. دونك لي كوفر بقيتي في لي كوفر. لي كوفر عمرك تلاقيتي مع شي حد يقترح عليك شي اونغيستخومون شي تسجيل شي؟ ديجا عندي واحد الكوفر مسجله في واحد الاستوديو. كوفر وي كوفر هو الحاجه الوحيده اللي بوغ لانسان دابا دايره. دونك كانت كونسونطرا اكثر على لي زيفينمون على دونك كتخدمي لي زيفينمون. وي اكزاكتومون. في قنيطره ولا كت على حسب المدينه؟ قنيطره ديجا طالعه في طنجه ديجا في سيدي قاسم حتى هي. دونك في مهرجان. وي كيكونوا دي فيستيفال. دي فيستيفال اكزاكتومون. تري بيان. كتخدمي مع الاوركستر نيت؟ مع دي زوركستر دي باند دي فوا. داكوغ دونك بان ليك بوليفالونت ما كتغنيش غير شفتك في الراي شفتك الطرابي. اكزاكتومون. دونك كتغني جبونس لوكسيدونتال حيت في لا فوا ديالك لي فايبس ديالك فيهم لوكسيدونتال مزيان. انا تنقول واحد الحاجه الناس اللي كيغنيو الطرابي قراب بزاف او لي تكنيك ديال الطرابي قريب بزاف للغربي. انا كنغني غير الغربي ما كنعرفش لا فيريتي ولكن في الطرابي جو مونسور بيان كنلقى راسي في الطرابي كاينه شي حاجه كتشبه في الغربي. بغيف لي كوفا ما خليكمش كتسناو بزاف ديال هاجر ناس قنيطره. ها هي والبونجور ديالكم هاجر فو ريبريزونت بون شانس هاجر. وغادي نرجع لكم ميرسي بوكو الكيتاريست اللي معنا شرف اللي الى اكومباني هاجر في هذا ليبيزود. حنا راجع لكم بور لي كوردوني اي بيان سور لي ريزو سوسيو ديال هاجر. نبدا قولي كيف كافت البشر بسم مرحبا الرحمن خالق كل شي مزيان وصلتي على النبي العبر وجهه بضياء الجنان وصحابه في كل زمان يا بنت السلطان انا خديم وانتي صحبك بالشان بيني وبينك بيبان زهر الطفلة في الكون قايمة زينك شحال يبان مرار وعذب شبان زارب كله فوح بالعطار والبس كله الوان دبتيني بعدان فقري رسمو لي داك الزهر كيف بلغك في مكان اي كله جند وجدران يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان فين البر والاحسان يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان فين البر والاحسان كي نشوفك
شي ما يعودين هضار ما نعود نملك لسان عندك وين باند حشان ما تلوموني ما تقولون سحر سببك حلت العيان آي من هراني عيان كيت القلب دوام دايما من هراني حيران يا ميرة النسوان دواها عينيك صوبي بالنظر يدوني لكل مكان يزينوا لكل طان يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان فين البر والحسان يا بنت السلطان يا بنت السلطان يا بنت السلطان فين البر والحسان جابوا لي خبرك يا الحبيبة وخنتيني يا للا خدعتيني يا للا خيبتي ظني فيه حطمتيني ساس يا للا رابو جبالي وتقطع لي نياس شعلت فيني نيران زمان نيران قوية نيران قوية مبقى غير رمان قولي لي أنا أمان أمان ورمان لي أنا أمان أمان ورمان ليالي طويلة وانا وحداني وانا وحداني فوق راسي غربان داويت الجرح اللي عماني خلاني نشوف حياتي خلاني نشوف حياتي من هو لسان وهادوك الطيور اللي مشات فتحوا ببالي فتحوا ببالي وغلي يا مسحات طريق سلامة والعافية والسماح في بالي والسماح في بالي والشي اللي فات مات قولي لي أنا أمان أمان ورمان قولي لي أنا أمان أمان ورمان هي أمان هدي مدة وسنين وانا مرمي في وادي صبر هدي وصبر هدي هدي مدة وسنين وانا مرمي في وادي صبر هدي وصبر هدي قولي لي أنا راك تفكر راك معانا وراك وحي الناس هي في البحر وانت غيس روحك للغاية راه باين قلبك معمر راه باين ما عندك ما تزيد اللي موالف المحان من الصغار طول عمره نار وتقيد خلوني نبكي على رأيي وخلوني نبكي على صاري وخلوني نبكي على رأيي
وخلوني خلوني وخلوني نبكي على زهري. شوف الناس كيفاش زهية، شوف الناس كيفاش تلعب، شوف السما كيفاش صافية وانت اسمك مضباب. كاين اللي ضحكت له الدنيا وعطته بلا حساب، وكاين اللي كيما انت يبكي وما يصبر بعد. خلوني 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 نبكي على رأيي، وخلوني خلوني 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 نبكي على زاري، وخلوني خلوني خلوني نبكي على رأيي، وخلوني خلوني 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 نبكي على زاري. نشوفها في النهار حرت الريام على نار، خيلها كدية قدار حوص عليها في كل دار. قالوا لي غزالة ماشي على شطوط البحار وانا صيادة في صحاري، عليها سوالت قالوا لي واردة مغروسة وسط الجمار وانا في بابل قطاف الزهار. يا 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 ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي مالي يا مالي. انتي يا انتي يا كحلة العيون، انتي يا انتي يا وانا بهم راني مغبون. انتي يا يا انتي يا كحلة العيون، انتي يا وانا بهم راني مغبون. انتي يا انتي يا كحلة العيون، انتي يا انتي يا وانا بهم راني مغبون. انتي يا يا انتي يا كحلة العيون، انتي يا وانا بهم راني مغبون. نسمع رفدتها خفيفة تحير لهوى معنقها، وانا منو غير قلبي مهناني مهناني. الريح ولا مهاجر قلت ربي لي داري، بلاك مكتوبي معها محيار وجاية تمشي. وانا مبهر والخلخال في رجلها والله معبر. أسيادي قولوا لي كيندير من هذا المنظور، كيندير قلبي منها من عينها أنا نبقى محيار. يا 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 ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي مالي يا مالي. يا انتي يا يا انتي يا كحلة العيون، انتي يا وانا بهم راني مغبون. انتي يا يا انتي يا كحلة العيون، انتي يا وانا بهم راني مغبون. كحلة العيون وسالوني عليها وجيبوا لي اخبارها، الى راهي مغبونه ولا مهنيه ولا مازال هادش بدانيه ولا خلاص راهي ناسيه. ما تحكولهاش واش راه صاري فيا، ما
ملي نبكي كنت وحشة باش إلا ولات لي سيطة دير تبغيني سيبا فخس كشفيتها سالوني عليها وجيبوا لي خبارها وإلا راهي مغبونة ولا مهنية ولا مازال هتجبد عليا ولا خلاص راهي ناسيا ما تحكو لهاش راه صاري فيا ملي نبكي كنت وحشة باش إلا ولات لي سيطة دير تبغيني سيبا فخس كشفيتها مازال مازال عشقك في البال ننساك محال يلي نسيتينا ويلا طوالت نعمار وحكمة القدار بلكاش نهار جيت حوصي علينا ومازال مازال عشقك في بال ننساك محال يلي نسيتينا ويلا طوالت العمار وحكمة القدار بلكاش نهار جيت حوصي علينا وانتي سبابي عيشيني في الدود حياني كل يوم نحيا ونموت طال الحال ما بغاش علي يفوت هرايي هرايي بغيتي لك مال وقلتي لي صاي وانا في عشقك وحدي مبطيه تهمتيني قلتي داير رايي هرايي هرايي بتوحشها وفي خطري نلغالها ضربة واحدة ينقطعوا اخبارها واش صرالي واش نصرالها هايت هايت يا ويد راي قاع ما بانت ليش هي راحت يبغيتوني نعيش بان انساها قلبي ما خيانيش هايت وانتي سبابي عيشيني في الدود حي عليا كل يوم نحيا ونموت طال الحال مبغاش علي يفوت هرايي هرايي C'était l'épisode dédié à Knetra et c'est Hajar qui représente Knetra aujourd'hui, accompagné de Sharaf la guitare. Merci beaucoup. L'immensela, Zouina, elle est loin de les plateaux. Alors, Hajar, qui j'ai que l'enregistrement, le studio, le plateau, l'équipe. Ça a été une expérience, je dis, d'Abnis Melia. Oui, je venais le faire bzaf. Quand tu veux, quand tu as été le wafa, quand tu as été l'aide, on a bien sûr un arrêt contre Bari. جي وقت ما بغيتي تو جدي ان كوفر مرحبا بك انا ادوري الحلقه الرائعه جوز ميم با ايماجيني كيفاش غادي تكون مع الجوق دونك ان شاء الله نشوفوا عادل اللي هو الريسبونسابل ديال لو سون نجيبوا الجوق كامل عادل الاخر تخرجني ان توكا ميرسي بوكو الناس اللي بغاو يشاركوا معنا لا ريغلي سامبل غتصيفطوا اون فيديو فيها دقيقه ونص بيان سور لايف اكومباني الموزيسيان ديالكم ولا بوحدكم كيف دار شرف اي صيفطوا لينا هادشي على شات كوفر 2022 هاوت افيشا abonnez-vous et partagez bien sûr les vidéos et les coordonnées des candidats qui connaissent maintenant l'humain. D'ailleurs, Hajar, hadi ta caméra, Goulilina, les coordonnées, que ce soit l'Instagram ou la Snap ou le Schnend, ok? D'accord. Donc, l'Instagram, c'est Fakron Singer ou la Hajar Fakron Singer. Mm-hmm. YouTube, channel, c'est Hajar Fakron. D'accord, donc abonne-toi, je joue les artistes qui connaissent maintenant et j'espère que vous avez voilà, quelques parties chez Moussabaka Kibira. En tout cas, on est là avec vous. C'était Tchadakover, Manangoulikoum, Tlaqaf, Halqajdaya, Inch'Allah. Ciao, ciao les amis.